وعشان نعرف اخر استعدادات فريقنا فريق نادي الاهلي النهارده بعد طبعا تدريبه الصباحي، معانا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي هيطمنا طبعا عن اخر الاستعدادات الخاصه بمباراته فاق سطيف الجزائري، واكيد طبعا الاستعداد لمباراه بكره المباراه الوديه مع المصريه للاتصالات. مساء الخير عليك يا كريم. مرحبا بيكي سيما، اهلا بيكي. وانا طبعا بتكلم في كل كلام في الميديا في كل مكان. النهارده طبعا بالفعل استعدادات قويه جدا للنادي الاهلي، استعدادا لمباراه الاهلي وفاقد فيه ان شاء الله يوم 23 فبراير. النهارده كان هناك تدريب صباحي في الساعه 9 الصباح، لكن بدا 9:30 كان في رابطه المشجعين الفلسطينيين. النهارده كانت قاعدتها بدعم النادي الاهلي في كل المباريات. النهارده كانوا متواجدين قبل انطلاق النظام ب 25 دقيقه حول المقاومه، بدعموا فريق النادي الاهلي ببعض الكلمات، التقطوا معاهم بعض الصور التذكاريه. يمكن بروتوكول معروف عن رابطه المشجعين الفلسطينيين اللي بتكون متواجده باستمرار داخل النادي الاهلي. لو بنرجع للتدريب الخاص بفريق النادي الاهلي النهارده، يمكن لسه بدري كثيره جدا لهذه المباراه، بيحاول ان هو يضع كافه اللاعبين في حاله تركيز شديده جدا، وده اللي احنا شايفينه من خلال القران. النهارده كانت محاضره داخل الملعب لمده 15 دقيقه، يعني من الكلام اللي احنا سمعناه من فتره بيحاول ان هو يشد من اجر اللاعبين باحترافهم اكثر من مره على حماس الجمهور الجزائري هناك. ممكن يكون بعض المضايقات هناك في الجزائر، لكن عندنا لاعبين من خبره كثيره جدا في النادي الاهلي. الامر يمكن اللي بيسعد الجهاز الفني بيسعد اللاعبين عوده السعد الكبير وكابتن صلاح محمود النهارده بيشاركوا في التدريبات، يمكن شاركوا امس بالنسبه للتدريبات. النهارده كمان مشاركه في التدريب بشكل كامل دون اي شكوى من الاصابات، يمكن تشكيل مبشر جدا لان يمكن فقدنا عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه، لكن استعدادنا ان شاء الله اللاعبين تفرق معانا بشكل كبير جدا في مباراه الفتره. فده باذن الله يمكن الاهلي والاتصالات، ده كان تم تحديد فريق المنافس فريق النادي الاهلي ليكون اخر استعداد لمباراه الجزائري غدا ان شاء الله في الساعه 3:30 عصرا، تكون على ملعب مختار اتش في مباراه الاهلي والاتصالات. هيحاول فيها بشكل كبير مستر باتريس والكابتن محمد يوسف رؤيه اللاعبين اللي لسه راجعين من الاصابه، في لعيبه كتير عايدين من الاصابه، لعيبه ما بتشاركش بشكل كبير. هيحاول ان هو طبعا يقضي الاصابات في هذه المباراه، فاقدين عدد كبير جدا من اللعيبه. فالنهارده ان شاء الله بنتمنى غدا في مباراه الاهلي والاتصالات يكون اللعيبه حذرين جدا من تعرضهم لاي اصابه. باكد على كلامك، انتظام شريف اكرامي كان غاب امس عن الاستدبات لظروف خاصه ليه، لكن النهارده منتظم في الاستدبات وكان بيتدرب كمان قبل انطلاق المران. مساء الخميس النهارده كمان كان في جرعه تدريبيه ليه قبل انطلاق المران. الامور ان شاء الله شبه تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي باذن الله، سواء الانطلاق الغد او المباراه الاهم والاقوى وهي مباراه التصفيات الجزائريه. بشكرك جدا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي.